تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، نحييكم من هنا ونرحب بكم وبحضراتكم مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات، مع هذه الابداعات التي تحمل لهجنة ابناء القبائل وسن الفطامين. بعدما تابعنا مريفه في اول اشواط، البكار عبد الله بن محمد بن حمد الراشدي قدمها بتوقيت زمني ومقداره 2:07، انطلق اول اشواط القعدان المشتركات مباشره مع الشبابي علي بن ناصر بن سعيد بن لسود العويسي ياتي على الصداره ويقدم لنا الشبابي، بينما المركز الثاني القادم شاهين مبارك بن سيف الشد المنصوري يقدم شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث من القادم في هذه اللحظة والواصل والمنطلق كفو محمد بن طميمة بن كردوس العامري ياتي مع المركز الثالث وغير الى ثاني المراكز، ولكن الشبابي راح بمحمد على بداية هذا المسار. علي بن ناصر بن سعيد بن لسود العويسي على بداية هذا الشوط يتقدم على الصدارة، يقدم الشبابي على مقدمة هذا الشوط. بداية وامر العصاف الابطان يطير نحو الابداع نحو ناموس هذا الشوط، يقدم هذه السلالة القوية. اتى بسلالة الشبابي روح يا ابو محمد روح مع الابداع بوجود الشبابي، بوجود السلالة القوية التي تفرض وجودها لانتزاع الاشواط الرئيسية. هذا هو الشبابي يتقدم على الصدارة. علي بن ناصر بن سعيد بن لسود العويسي السلطنة جعلان بالتحديد، مشكور يا ابو محمد مشكور. بداية وامر والعصاف الابطان الشبابي حافظ على هذه النوعية يا ابو محمد. المركز الثاني كفو محمد بن تميم بن كردوس العامري، المركز الثالث المستحيل ناصر بن حمد الكربي. هذه نتيجة 2:17 الشبابي. علي بن ناصر بن سعيد بن لسود العويسي قدم الشبابي لينتزع ناموس هذا الشوط وبلاقي منافس والعصف الابطان 2:17.